نتابع معكم مشاهدين هذه الحلقة من كلام بيروت مع المحامي الأستاذ محمد سعيد فواز. كنا عرجنا شوي على موضوع رئاسة الجمهورية وحكيت أنه موضوع مجتمع دولي وموضوع الضغط على إيران من أجل حل أزمة الفراغ الرئاسي الداخلي. الرئيس سعد الحريري بمقال له بنيويورك تايمز الأمريكية طالب إيران بوقف تدخلها بالشؤون العربية، وصحيفة اللواء أبرزت ما كتبه الرئيس سعد الحريري بنيويورك تايمز، يعني يقول أنه وقف تدخل إيران بالشؤون العربية، وأنه حزب الله أيضا من خلال هذه العلاقة الاستراتيجية مع إيران يمنع انتخاب رئيس الجمهورية ويفرض شلل مدمر على الحكومة لابتزاز المواطنين للرضوخ لمطالبه. هذه هي المعادلة. الرئيس الحريري بالرسالة اللي امبارحة كانت كتير واضحة، واضح يعني فصل العملية السياسية اللي عم تحصل بلبنان وخاصة بموضوع انتخاب رئيس الجمهورية. وحكي عن موضوع الدور الإيراني اللي عم يحصل بالمنطقة وصولا إلى من ضمن الاستراتيجية اللي وضعتها السياسة الإيرانية. هي شلل كل الدول العربية ونقدر تفكيك لكيانات خدمة لمين بعدين بتقدر تحددها. أنا يعني بدي ثمن على الكلام اللي تفضل فيه دولة الرئيس سعد الحريري وزيد بمحطات على الدور الإيراني وموقفه من المملكة العربية السعودية، أنه اليوم الدور الإيراني إذا بنعمل المقارنة اللي حاصلة بين المملكة العربية السعودية ما قدمتها إلى لبنان وإلى العالم العربي والقضية الفلسطينية بالتحديد وما تقوم فيها إيران، نلاقي في فرق شاسع. قد لا تصح المقارنة، ما في مقارنة، في عملية المقارنة الاستراتيجية الإيرانية قائمة على تصدير الثورة. تصدير الثورة معروفة، الدولة الإيرانية هي دولة شيعية، دولة مذهبية، وبالتالي هي اللي بتعم تحكي بتصدير الثورة، يعني بتصدر الفكر الشيعي الفكر المذهبي لوين؟ بدها تصدره على الوطن العربي اللي هو يتفاعل، نحن اللي بنعتبر الإسلام واحد سواء كان الإسلام السني أو الإسلام الشيعي. ما في إسلامين، في إسلام واحد. خليني بس أنا هلأ كانوا عم بصير اثنين. هلأ هن عملوا اثنين. يعني نحن وجهنا الحرب مع إسرائيل، العرب واجهوه بالقومية العربية والإسلام الواحد. كان إيران إسرائيل لم تستطع أن تخلق صراعات مذهبية داخل الوطن العربي. دلت الدول العربية متماسكة عندها نسيج عربي إسلامي واحد لمواجهة هذه التحديات، سواء ربحنا أو خسرنا، ولكن ربحنا الداخل. من الذي خلق هذا؟ بتجي تشوف بالسياسة الإيرانية، السياسة الإيرانية لعبت على الوتر المذهبي. هذا الشيء المؤسف، يعني الثورة الفلسطينية اللي كانت بلبنان والأحزاب اليسارية والأحزاب القومية كان عمادها ابن الجنوب كان هو عماد هذه الأحزاب وعماد الثورة الفلسطينية، اللي هو بعتذر على التعبير اللي هو شيعي. مش هيك؟ لكن كان شيعي عربي مؤمن بالقضايا العربية، مؤمن بالإسلام الواحد، ما في سني وشيعي. إجت السياسة الإيرانية بلشت تشتغل بإيران بالعراق. هل تعلم أنه إيران بالعراق ترعى أكثر من 80 ل90 منظمة لتخريب العراق ونهب ثروات العراق تحت شعارات واهية فلسطين والقدس والكلام اللي هي الشمسية اللي عم تحاول تتمدد على كل الوطن. الدول كانت تعرف هذا الأمر، هذه الاستراتيجية. هلا يفترض مفروض تعرف أو والله تكشفت. ليش ما خلقت الأرضية للقواعد الشعبية؟ فتحاول تخرب بالبحرين، عم تخرب باليمن، عم تخرب بسوريا، لها بيع طويل بالموضوع عبر أدوات وأحزاب وتنظيمات. إذن الدور الإيراني بالوطن العربي لم يكن لا دور تصحيحي ولا دور رقي للشعوب ولا نهضة للشعوب، كان دور ما لحد هلأ المطلوب من الشعب العربي تجاه إيران ما عارفين شو بدها. هل هي بدها تعتبرنا من ضمن الأمبراطورية الفارسية اللي هي عم تحلم فيها، أو نعمل حرب؟ بلشنا بالحرب. نحن وصلنا لوقت أنه ما عاد في
القادة العرب تحمل هذا الصلف وهذا التعنجهية اللي عم تتعاطى فيها إيران مع المجتمع العربي ككله، مش مع الأنظمة، مع المجتمع. الخطر إنه الإيران دخل على المجتمع العربي، ما دخل على الأنظمة، يعني عم يخلق بؤر توتر داخل المجتمعات العربية. استطاع الإيران الدخول للمجتمع لأنه هذا المجتمع لم يكن محصنا من قبل مسؤولين عنه، من قبل دوله؟ مش هذا السبب، فاتوا على العام، على الغريزة، على العامل الديني. وهيدا تبقى عامل الديني، نحن بالمجتمعات الشرعية تبقى يعني إلها شيء جوا أكثر من العوامل الثانية. فبالتالي بتن المملكة العربية السعودية أخذت قرار بالتصدي، عاد شعرت إنه هيدا الزحف يعني ما حيتوقف. مش بس سعودية. المملكة العربية السعودية والخليج ودول الدول العربية كلها شعرين بهيدا الخطر. التحالف العربي. التحالف العربي. فبالتالي اليوم ما في مشكلة تمد إيدك للإيراني. نحن ما عندنا مشكلة بتقديري كعرب إنه يكون نحن نتعاون نحن اقتصاديا وتجاريا وماليا. شرط. في عوامل، ولكن ضمن احترام القوانين الدولية. كل دولة مسؤولة عن نفسها، كل نظام بيهتم بنهضة شعبه، مش أنا أترك الشعب الإيراني تشوف كيف بدي حسن وضع الشعب اللبناني، أترك الشعب الإيراني لشوف كيف بدي حسن الوضع السوري، وبالتالي كله تخريب بتخريب. الإيراني اليوم عايش بمأزق، أنا بتقديري الإيراني عايش بمأزق. أنت تصور وصل لمرحلة أنه الإيراني عم يخاطب السعودية عبر إعلام الشيطان الأكبر، يعني شوف كيف المعادلة صارت. يعني الوزير ظريف عم يخاطب السعودية ويبتز السعودي ويتهم السعودي اتهامات باطلة وزائفة، والمجتمع الدولي كله بيعرف هذا الكلام غير صحيح. السعودي بعمره ما كان، السعودي المملكة العربية السعودية بالتحديد، يعني النظام السعودي نظام يتعامل بالسياسة الناعمة، ما عنده ما قطعناها نتيجة انه صارت مثل ما بقول الحريق صار بالبيت، ما عاد فيك بدك تطفي بكل ما اوتيك من قوة. فانا برأيي التعاطي مع السياسة الإيرانية لازم تكون في تعاطي بالحزم وعلى قاعدة المصالح، انه الإيراني بده يجي يشارك بكل الدول العربية تحت شعارات مذهبية وتحت شعارات دينية، وهذا الشيء مرفوض. ولكن إيران، الإيراني للتاريخ هي اللحظة قدر يبلع العراق، بس ما قدر يهضمه، ما قدر يهضم العراق، يعني استغل كل ثرواته للعراق، وبعض العراق متفجر. عم تحكي عن إيران والشيطان الأكبر صار يحكوا من خلالهم، ولكن هناك احتضان غربي أوروبي ودولي للموضوع الإيراني بعد موضوع الاتفاق النووي، كأنه أنا برأيي هذه نظرية اهتمام لافت. هلا المجتمع الدولي في كمان عملية عم يعقلن الإيراني بطرق مختلفة. ما في صراع بينه وبين الإيراني مثل ما حصل الصراع بين دول الخليج أو العرب والسياسة الإيرانية. حكيت موضوع نحن الشعب الإيراني ما في مشكلة مع الشعب الإيراني أبدا، ما في مشكلة بين الشعوب. في توجه عند النظام الإيراني بعملية بلع كل المنطقة وتكون لخدمة مصالحها وخدمة سياساتها. من هون عم نحكي المجتمع الدولي من أجل مساعدة بانتخاب رئيس الجمهورية وحل موضوع الاستقرار. إذا بدنا نقول حكيت معادلة إسرائيل والدول العربية، ولكن إيران استطاعت دعم مقاومة وقفت بوجه إسرائيل وهزمتها. الموضوع المقاومة مش إيران لها وقفت بس مع المقاومة، الشعب اللبناني كله كان مع المقاومة. أنا عم ميز في مفارقة كبيرة مثل المعادلة اللي عم تطرحها حضرتك. موضوع المقاومة بلبنان، العرب كانوا لهم أكبر سند كان للمقاومة من بعد الحرب، قبل الحرب وأثناء الحرب، يعني اتفاق نيسان، كل فترة التسعين، فترة عصر اللي عاشت المقاومة، العصر الذهبي اللي عاشت المقاومة على أيام الشهيد رفيق الحريري، هذه معروفة. يعني شرع المقاومة اللي هو الشهيد الرئيس رفيق الحريري. شوف وين صرنا. فبالتالي نحن عم نحكي عن معادلة إسرائيل، إنه تماسك العربي القومي هو اللي واجه إسرائيل. إسرائيل ما قدرت تخترق هيدا الجدار الكبير نتيجة التعلق بالقومية العربية. إجت إيران فاتت على الباب المذهبي، عملت الشعوب العربية طوائف ومذاهب وقبائل. هلأ إلى دخل إيران بتحرك التيار الوطني الحر ب28 واللي نزل على الشارع كمان إلى دخل؟ هلأ التحالف موضوعي مصالح. إيه؟ مصالح. هلأ إيران حزب ميشيل عون الرئيس عون أو التيار الوطني الحر حليف حزب الله. إيه؟ موجب ورقة تفاهم معروفة،
وبيقف على خاطره حزب الله بيقف على خاطره هالأيام. لا بيقف على خاطره بمحطات معينه بلكي قدر بلكي قدر قدر شوي مشي يعني بشوفه بيروح باتجاه معين بيرجع بقول له طول بالك خلينا نرجع نرتب الامور. طيب. وبالتالي الايراني يعني حزب التيار الوطني الحر احد الادوات اللي بيستعملها النظام الايراني لتعطيه رئيس الجمهوريه. هلا التيار الوطني الحر يتحرك من اجل ملء الفراغ مش لتعطيه. مش ملء الفراغ بدهن يجيبوا ميشيل عون رئيس جمهوريه مع حفظ الالقاب. ساعتها بيمتلئ الفراغ. ما في هيك بزيد الفراغ. كيف؟ بزيد الفراغ لا لسبب بسيط. نحن يا اما بده يكون في دستور وفي مؤسسات او خليها هن طلعوا بنظريه جديده. موضوع انه الانتخاب هن عم يعتبروا انه المجلس النواب مجلس ممدد له ومجلس غير شرعي وغير صار مره والقطوع لا 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 يعني بردون شوي انا من يومين سمعت كله حكي خليني كفي استاذ سلمان وبيعتبروا انه هن بينزلوا على المجلس مش مشان ينتخبوا الرئيس رئيس جمهوريه هي تسويه تسويه نتيجه تسويه بيجي الوزير بيجي ميشيل عون رئيس جمهوريه وبالتالي هن شو عملوا لك؟ عملوا لك ما في دستور ما في مجلس نواب هن وين في مغنم شركاء فيه وين في مغرم بقول لك نحن ما خصنا فهن عيد هاي عيد هاي لا وين في مغنم يعني بس هن يكون بس يكونوا مستفيدين ماشي الحال يعني يعني مثلا فاتوا بحكومتين كان لهم مصلحه يفوتوا فيها نزل بيان الحكومه مجلس النواب الحكومه الاخيره مجلس عملوا بيان للمجلس مجلس وزاري بيان وزاري وعرضوه على مجلس النواب واخذوا ثقه المجلس طب انت كيف تاخذ ثقه المجلس من مجلس ممدد له فبالتالي هن عم يعتبروا هلا القدر او الحل او الشيء اللي ممكن يحل البلد ينقلنا من مكان لاخر هو ميشيل عون وصول الجنرال وجود ميشيل عون وهذا كلام لا يمت الى الحقيقه بصراحه دون عقبات وين مش دون عقبات هذه في استحاله انا كمواطن استحالة. لبناني انا عم بحكي عن رايي الشخصي هلا والله عم بقول انا بدي الجنرال الجنرال دكتور جعجع يدعم الجنرال انا عندي هيك خريطه الطريق بسيطه هلا يمكن متواضعه ما بعرف قديش حيكون في عندنا ثلاث محطات لحتى نقدر نطلع من الموضوع ونرجع عن لبنان الاستحقاق الرئيس في فزلكه دستوريه نعملت الرئيس بري مع صدق نواياه هي عمليه اول شيء الثلثين هذا امر طبيعي وبالتالي اتفقوا انه مفروض يجي رئيس بالطوافق هذه الفزلكه الدستوريه اللي حصلت بمكتب المجلس النواب يجب اعاده النظر بها على اساس انه يبقى المجلس بحاله انعقاد لحين انتخاب رئيس جمهوريه طيب هلا هو هيك هلا نحن لا مش هيك هلا كل جلسه بيرفع الجلسه بنبلش جلسه جديد فهلا مفروض هذا الموضوع يتعالج بطريقه انه موضوع الثلثين في حال مكان الثلثين ونخلص نخلص هذه وحده اثنين صار انتخاب اثنين بدي كفي خليني كفي انا وجهه نظري الوقت ما عندك بس على السريع ايه. هلا انا بدي ادعي الدكتور جعجع والرئيس سعد الحريري ايه. تعليق المبادره بدعم فرنجيه وميشيل عون شو بصير بعدين والالتئام قوة 14 اذار من جديد لبحث رؤيه جديده موضوع الانتخاب بعيد بعده يعني حزب الله ما بده انتخاب حزب الله ما بده رئيس جمهوريه حزب الله برجع لك للفكره اللي بدي اطرحها حزب الله عامل حاجز ما بشيل الحاجز الا بثمن والثمن شو هو كل شيء حصل بالدوحه بده يصير بالدستور الثلث المعطل وانتخاب رئيس جمهوريه عاد هو اعطاك خريطه الطريق سيد حسن نصر الله بحطلاته الاعلاميه قال الرئيس بري رئيس مجلس ما عادش حدا يحكي اوكي ورئيس جمهورية هلا انتم عانوا هذه بجيبتي الورقة اوكي تعالوا نحكي بموضوع رئيسة الحكومة وصلاحياتها وإلى آخره فتح الباب وقتها فهون بهالباب مش فتح الباب وسكر كل الأبواب قال لهم ديروا بالك وكل شيء أنا موجود بجيبتي فبالتالي هو ما راح يشيل هيدا الحاجز إلا بأثمان وبدي أشوف برا شو بدي يصير فأنا بدي أدعي الشيخ سعد الحريري دولة الرئيس سعد الحريري والدكتور جعجع لإعادة بث الروح ب 14 أذار ويكون عنوان وحيد هو ملء الفراغ الرئاسي. ملء الفراغ الرئاسي. طيب. بيتم على قاعدة تعليق المبادرتين بدعم ميشيل عون ودعم سليمان فرنجية، عاد هلا نحن صرنا سنة ونص وسنتين وبعد النتيجة ما في شيء. طيب. وبعدين بالتالي بعلقين.
مفكر، والاتصال بوليد بيك جملات على وليد جملات ما زال يتمسك بروحية 14 أذار ومبادئ 14 أذار. ماذا يؤثر هذا؟ ماذا يؤثر؟ أنا عم بعمل جبهة جديدة بوجه التوجهات والعنتريات اللي بدي يسويها التيار الوطني الحر. التيار الوطني الحر اليوم عم يتكي على حزب الله من ميل، وعم يتكي على دار القوات من الدكتور جعجع المسيحيين كمسيحيين. وبالتالي هل الدكتور جعجع بيوافقوا انه المظاهرات تصير، تعطيل البلد، شلل البلد تحت عنوان او الرئيس ميشيل عون او الفراغ او الفوضى؟ يعني انت حضرتك دكتور استاذ سعيد عم تعري للتيار الوطني الحر، عود لحالك. مش عم اعري انا، عم بحكي الواقع. ما هو بري فوت الرئيس بري الصوره واضحه عنده تماما. الرئيس بري يعني عنده قراءه هاديه للموضوع، وعارف بالنهايه انه الشارع حيقابله شارع، في مطالب اجتماعيه وفي الناس كلها عم تعاني. يعني اذا بدك تعمم الفوضى وتغرق البلد بالشوارع، هاد مين بدي يتحملها هيدي بالنهايه؟ مش الان عنده تجربه، يعني عمل ب 13 تشرين معروف، يعني معود على هذا الموضوع. بس البلد ما عاد يحمل هيك. فبالتالي انت نحن بنفوت 14 اذار بترجع تستعيد دارها، ويطلعوا من الحسابات الضيقه والحسابات النيابيه والحسابات السياسيه للحسابات الوطنيه عند الرئيس سعد الحريري، رغم كل الضخ الاعلامي ورغم كل التهويل اللي عم يتمارس عليه، ما زال الرقم الصعب بالمعادله اللبنانيه. هو الزعيم الوطني اللي عنده امتدادات بكل بالجغرافيا اللبنانيه، سواء كانت السياسيه او الطائفيه او المذهبيه، وبالتالي قادر على اشتراح حلول ومبادرات يتحدى فيها الاخرين. وبهالطريقه هيدي بنقدر نحن نطلع. يعني اليوم ميشيل عون ما زال بيعتبر ورقه جعجع ورقه عم تزيد من حظوظه بالرئاسه، ولكن هي عم تزيد من حظوظ الفراغ باللحظه الحاليه. وضحت الفكره. على كل حال لنشوف، يمكن ما قاله الرئيس جميل من بكركي قد يكون في شيء من هذا القبيل باعاده وحده 14 اذار. رح نتابع معك استاذ فواز بعد التوقف لاستراحه ثانيه، ابقوا معنا مشاهدينا.